السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الزمان البغداديون يستفيقون على أزقة غارقة وفيضانات تغمر الشوارع وتدهم المنازل. في المدى لجان البرلمان بشأن الاحتجاجات سلمت تقاريرها قبل شهرين والرئاسة صامتة. في العرب اللندنية إيران تلزم ميليشيات حليفة بالتهدئة وتجنب غضب ترامب. أما في العرب الجديد، واشنطن تمنح العراق إعفاء جديدا من العقوبات المفروضة على إيران. في صحيفة الشرق الأوسط، 8 قتلى بينهم عسكريون في كمين شمال بغداد لداعش. الخليج الإماراتية بايدن يعلن وزراءه الأسبوع المقبل ونيفادا تخذل ترامب. وأخيرا في القدس العربي، زعماء مجموعة الـ20 يتعهدون بتمويل توزيع عادل للقاحات كوفيد-19. قالت صحيفة واشنطن بوست إن الإدارة الأمريكية كثفت الضغط على العراق وإيران من خلال تقليص مدة الإعفاء من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران التي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الطاقة إلى 45 يوما فقط. وأكدت الصحيفة أن حملة الضغط القصوى التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على إيران جعلت العراق يعتمد على الإعفاءات الأمريكية المتجددة لشراء ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء من إيران. الصحيفة قالت إنه في العادة تستمر الإعفاءات 120 يوماً، مما يتيح للمسؤولين العراقيين والأمريكيين الوقت لتحديد كيفية حصول العراق على الكهرباء اللازمة. وتم تقليص هذه الفترة ل60 يوماً في الصيف، مشيرة إلى أن العراق يعاني من نقص حاد في إمدادات الطاقة الكهربائية، على الرغم من إنفاق الحكومات المتوالية أكثر من 50 مليار دولار على هذا القطاع منذ عام 2003. لذلك يعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الإيراني الذي يصله بأسعار عالية. وتضيف الصحيفة أن إيران تتدخل في الشؤون العراقية وتفرض مصالحها على حساب مصلحة الشعب العراقي. فقد أكد وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي أن السعودية عرضت على العراق بيع الغاز لها بأسعار أقل من الأسعار العالمية، وبعد الموافقة على الصفقة لم يسافر الوفد العراقي للتوقيع بسبب الضغوط الإيرانية. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن وزير الخارجية مايك بومبيو مدد الإعفاء 45 يوما إضافيا، تاركا لإدارة ترامب قرارا نهائيا بشأن تمديده أو قطعه تماما قبل تنصيب الرئيس الجديد في 20 من كانون الثاني المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أنه من الناحية العملية يعمق القرار الضغط على الحكومة العراقية التي تتعرض بالفعل لضغوط من تهديدات أمريكية بسحب سفارتها من بغداد. الصحيفة تؤكد أن واشنطن استخدمت الإعفاء من العقوبات وسحب السفارة كوسيلة ضغط لدفع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لتقليل اعتماد حكومته على إيران وإضعاف نفوذ الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. كشفت صحيفة القدس العربي أو العربي الجديد عن زيارة سريعة لزعيم فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني إلى بغداد يوم الأربعاء الماضي. ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن نائب في البرلمان عن تحالف الفتح التابع لميليشيا الحشد قوله إن قاآني التقى خلال الزيارة بزعماء ميليشيات مسلحة مختلفة، كما أجرى لقاء مع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. بحسب المصدر، فإن قاآني وصل إلى بغداد الأربعاء الماضي بزيارة مفاجئة، وعقد فور وصوله لقاءات مع زعماء فصائل مسلحة
قبل أن يلتقي في اجتماع مغلق بالكاظمي بحضور شخصيات مقربة من إيران. وبين المصدر ذاته أن الزيارة استهدفت العمل على تجديد التهدئة مع الجانب الأمريكي بالنسبة للفصائل المسلحة ومنع تجدد عملية القصف الصاروخي التي طالت المنطقة الخضراء الثلاثاء الماضي، مؤكداً أن زعيم فيلق القدس حث الجماعات المسلحة على ضبط التهدئة ومنع تكرار القصف، مع حث حكومة مصطفى الكاظمي على الالتزام بتعهدات سابقة للبرلمان والقوى السياسية بشأن إنهاء الوجود الأمريكي في العراق. من جهته أكد سياسي آخر الزيارة التي أجراها قاآني إلى بغداد، لكنه أشار إلى أن الأخير يواجه مشاكل في الالتزام بالتوصيات وما يتم التوصل إليه من اتفاقات، إذ لا يملك أدوات قاسم سليماني في الملف العراقي وفقاً لقوله، ورأى أن الإيرانيين يستخدمون ورقة الفصائل في الضغط على الحكومة بملف الوجود الأمريكي، وهم حالياً يلعبون أيضاً دور الضامن في مسألة أمن بغداد ومنع عودة الهجمات الصاروخية، مؤكداً أن الزيارة نتج عنها تهدئة جديدة. الصحيفة تنقل عن مراقبين للشأن العراقي قولهم إن هدف زيارة قاآني إلى بغداد هو تهدئة الأمور مع الجانب الأمريكي، خصوصا بعد فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، فإيران تسعى إلى تأمين قنوات تواصل جديدة مع واشنطن أملا بتخفيف العقوبات والبدء ببحث عودة العمل بالاتفاق النووي، لذا لا تخطط لأي تصعيد بالعراقي من قبل أذرع مسلحة تابعة لها. أقر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأن حصول كل من ترامب وبايدن على أكثر من 70 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية يظهر أن الولايات المتحدة منقسمة بشدة. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن هذه الانقسامات والاختلافات يراد لها أن تكون واجهة تختفي خلفها مقاصد السياسة الأمريكية وهي تحاول إدارة المرحلة المقبلة. إن النظر إلى واقع العراق ومنهجية الولايات المتحدة في تأسيس العملية السياسية فيه يظهر بوضوح هذه المعطيات وغيرها. وسبق في محطات كثيرة جدا أن بلغت هيئة علماء المسلمين هذا المستوى من الإدراك ووثقته على مدى أكثر من 15 سنة خلت، ولكن المشكلة في أن الرأي العام بمستوياته الثلاث طالما يقع تحت طائلة خديعة وسائل الإعلام الموجه، فهو يبني قناعاته على ما يملى عليه لا بموجب ما هو حقيقي وواجب عليه اكتشافه أو اختفاء أثره من يكتشفه. إن التجارب السابقة تخبرنا بأن لا شيء معتبر من شأنه أن يعود بالنفع على العراقيين خاصة وعلى شعوب المنطقة بشكل عام، بغض النظر عن هوية الفائز برئاسة البيت الأبيض. فإذا كان بوش الصغير قد بدأ الغزو وشرع بمراحل التدمير والاستنزاف، فإن أوباما أجهز على ما تبقى وكبل العراق بمزيد من القيود مقابل فسح المجال لإيران لتتوسع في مواقع سياسية وأمنية واقتصادية أكثر من تلك التي كان سلفه يسمح بها. ثم ليأتي بعدهما ترامب الذي انتهج سياسة مخادعة بشأن اصطناع العداء مع طهران، فهيأ لها مساحات أوسع في المنطقة كلها، وكذب بوقاحة بشأن العقوبات والبرنامج النووي، واتخذ من انشغال الناس بذلك ذريعة ليمهد لصفقة القرن. الكاتب يضيف أنه بعدما بات العراق ككرة المضرب يتناوب على قذفها الديمقراطيون والجمهوريون كل حسب زاوية السقوط التي تحقق له مكسبا مرحليا كان أو استراتيجيا، ها نحن اليوم على مشارف مرحلة بايدن المشهور بأنه عراب مشروع التقسيم والذي يتفاخر علنا بأنه صهيوني يعمل لخدمة مصالح إسرائيل، والمتابع الحصيف لا يرهقه استشراف المآل.
على الرغم من أن الحضيض الذي بلغته الدولة العراقية على أيدي حكومات حزب الدعوة كانت أمريكا هي فاعلته الأولى والأخيرة التي أجادت زراعة الخراب وتعهدته بالعناية الفائقة، إبراهيم الزبيدي يقول في صحيفة العرب اللندنية إن الحقيقة الصادمة هي أن أمريكا لم تستورد من الكونغو أو الصين أحزابا ومنظمات ومرجعيات وميليشيات وجرائد وإذاعات وفضائيات جاهلة غبية متخلفة، بل إن كل شيء كانت تريده وتبحث عنه وجدته جاهزاً وبجنسيته العراقية الرسمية غير المزورة. إن الماكينة الأمريكية منذ أن قررت إسقاط نظام صدام حسين تعمدت أن تلتقط عراقيين تعرف جيداً أنهم ذو عاهات مستديمة مصابون بأمراض الاختلاس والكذب والتزوير، ثم عملت كل ما وسعها لمنع كل شريف وطني نزيه عاقل من اقتحام المنطقة الخضراء، وسلمت الجمل بما حمل لمن تأتمنه على سرقة كل شيء ابتداء بالماء والهواء والدواء والغذاء وانتهاء بالأمن والكرامة. ومن عايش تاريخ المعارضات العراقية في لندن ودمشق وطهران والرياض وعمان من أول دخول الأمريكان إليه بصفة ممولين ومروضين وموجهين يعلم بأن الإدارات الجمهورية والديمقراطية بالتساوي كانت على علم كامل وعميق بأن حلفائها العراقيين الذين تجهزهم لتسلم السلطة بعد شنق صدام حسين يكرهون كره العمى أي حديث عن دولة محترمة تسود فيها الكفاءة والنزاهة والديمقراطية الحقيقية وسلطة القانون. وفي فترات قصيرة نادرة توفرت للإدارة الأمريكية العراقية خصوصا في عهد بوش الابن ومن بعده باراك أوباما ونائبه جو بايدن فرص ذهبية مواتية لتغيير قانون الانتخاب المغشوش وتعديل الدستور الذي كتب في عجالة وبوصاية مباشرة من المرجعية وسفارة إيران، ولكنها كانت تتجاهل كل شيء وتزداد تمسكا بالفساد والمفسدين وتصف ما يجري من فوضى وانحطاط بأنه ديمقراطية من أحسن ما يكون. الكاتب يختتم بالقول إن مناسبة هذا الكلام هو قرار وزارة الدفاع الأمريكية القاضي بتخفيض عديد القوات الأمريكية في العراق بحيث لا يتبقى سوى 2500 عسكري من غير القتاليين، فالظاهر أن أمريكا العراقية أصبحت مقتنعة بأن مسلسلها لتفسيخ الدولة العراقية وبعثرة أحشائها قد اكتملت حلقاته وأن عليها أن تغادر وتترك الحال على حاله. سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا لوقف المعارك في إقليم قاراباخ. الصحيفة في افتتاحيتها قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا نجح في إسكات المدافع ووقف الطائرات المسيرة، لكنه لم يؤدي إلى حل دائم للنزاع المتجذر بين أذربيجان وأرمينيا حول ذلك الإقليم. الصحيفة أشارت إلى أن مشهد منازل الأرمن الفارين من الإقليم المحترقة تعيد بأن الصراع سيندلع مرة أخرى، إذ يقول منطق الصراعات إن كل اندلاع للعنف يضيف طبقة أخرى من المظالم المميتة، مما يجعل فرص التوصل لسلام دائم أكثر صعوبة. وقالت إن الصراع على إقليم كاراباخ كغيره من الصراعات المجمدة التي خلفها تفكك الإمبراطورية السوفيتية وجزء من إرث سياسات الاتحاد السوفيتي التي وزعت المناطق وفقا لمقتضيات السياسة والسيطرة المركزية لا على أساس هوية السكان. لذلك انتهى المطاف بإقليم ناغورني كاراباخ ذي السكان الأرمن جزءا من أذربيجان، في حين انتهى المطاف بإقليم ناخشتيفان الأذربيجاني في الجانب الغربي من أرمينيا. وأشارت الصحيفة إلى أن من المغرب النظر إلى العداء الغربي الحالي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصوير التدخل الروسي لحل الصراع على أنه محاولة من إمبراطورية مهزومة لاستعادة بعض سيطرتها على إقطاعاتها السابقة، ولكن الحقيقة هي أن روسيا كانت القوة الوحيدة القادرة على وضع حد للحرب التي كان من الممكن أن تتحول إلى صراع إقليمي خطير. وقالت الصحيفة إن القتال قد توقف، ولكن الترتيب الجيوسياسي الجديد في المنطقة يجعل التفاوض من أجل السلام أمرا أكثر إلحاحا
كما يجعل مشاركة أمريكا أكثر أهمية. الصحيفة خلصت إلى أن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تأسست عام 92 و900 وألف لإيجاد حل سلمي للأزمة التي بدأت مع احتلال أرمينيا إقليم كاراباخ ومحافظات أذرية أخرى، ما زال لديها تفويض من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإيجاد حل سلمي للنزاع في الإقليم، وأن الحكمة تقتضي هذه المرة عدم انتظار الجولة القادمة من العنف لتحقيق ذلك. يتناول موقع شبكة إن بي آر الأمريكية في تقرير له لجوء أقلية الإيغور المسلمة في الصين إلى حرق كتبهم الدينية وإخفاء آثار ذلك من بيوتها في محاولة منهم للنجاة من قمع السلطات في بكين. ويشير التقرير إلى أن الصين زادت من قيودها التي تستهدف الحياة الروحية والتعليمية والثقافية للمسلمين في ذلك الإقليم. ينقل الموقع مثالا لأربعة عشر رجلا نقلوا خلال هذا العام إلى مكاتب الشرطة وأخضعوا واحدا تلو الآخر لأسابيع من الاستجوابات حول مراسلاتهم وأرائهم السياسية على الإنترنت. ويكشف التقرير أن جريمتهم كانت شراء كتب إسلامية، واعتقلوا في يويو بالصين وهي مركز تجاري دولي على الساحل الشرقي الغني للبلاد تتنامى فيه أعداد المسلمين. ونقل التقرير عن أحد الناشرين المسلمين قوله إن كل أسرة في المنطقة تحرق كتبها وتتخلص من رماد الحرق في المرحاض. وقال الموقع إن السلطات الصينية أجبرت جميع المساجد تقريبا في نينغشيا ومقاطعة خنان الشرقية على التجديد من خلال إزالة قبابها وحروفها العربية. وبحسب التقرير يتعين على الأئمة الآن أن يأخذوا دروساً في التربية السياسية كجزء من برنامج جديد للموافقة عليهم. وينص البرنامج أيضاً على أنه لا يمكنهم الخدمة إلا في المنطقة التي تم تسجيل أسرهم فيها، ما يؤدي فعلياً إلى عزل مئات الأئمة المتجولين. وتلاحق السلطات الصينية الناشرين من الإيغور. ويقول التقرير إن اعتقالهم دليل على اتساع نطاق حملة القمع من مركزها في شينجيانغ، حيث احتجزت السلطات مئات الآلاف من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى وحكمت على بعضهم بالسجن لفترات طويلة بسبب ممارسة الإسلام. وبحسب ما نقل الموقع عن كاتب صيني مسلم فر من البلاد العام الماضي، فإن السلطات تراقب أيضا نشاطهم ومناقشاتهم عبر مواقع التواصل والإنترنت وصفحات الدردشة. وأفاد بأنهم ومنذ عام 2016 أغلقوا هذه المواقع ويفرضون الرقابة على أخرى. فاجأ مطعم للوجبات السريعة يقع في وسط محافظة كربلاء زبائنه بتوظيفه مجموعة من العاملين الجدد والفريدين من نوعهم، متمثلين في نودل من الروبوتات تقف على تقديم الوجبات لرواد ذلك المطعم. ومن الطلب إلى الاستلام لا يحتاج الزبائن إلى التفاعل مع أي عامل وجها لوجه، كل ما يحتاجون إليه هو النقر على ما يريدونه من اختيارات في القائمة الموجودة على الشاشة الذكية الموزعة على الطاولات، والانتظار حتى يقوم روبوت بإحضار صينية الطعام الخاصة بهم. وضع مصطفى المختار صاحب أول مطعم يستعين بالتكنولوجيا في العراق طاولات ذكية تعمل باللمس، يقوم الزبون عبرها باختيار طلبه وتسجيله، بعدها يتلقاه عن طريق روبوت يتحرك على سكة تشق طريقها بين الطاولات، وذلك بهدف تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي للوقاية من الوباء. كما تم تزويد الطاولات الذكية بألعاب إلكترونية حتى يتسلى بها الأطفال أثناء انتظار عائلاتهم إحضار طلبها. والآن إلى أبرز ما رسم فنانو الكاريكاتير لهذا اليوم.
بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.